أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. الحمد لله رب العالمين. للتخلص من العدو، عديد من الناس تسأل عن مجربة للتخلص من العدو. إذا كانت ساحرة أو كان ساحر أو كان شخص يؤذيك، عدو لك وأنت تعرف أنه يؤذيك أو يريد أن يؤذيك، أو كنت ستواجه شخص في المحاكم، فعليك بهذه المجربة تقضي على الساحر والساحرة بإذن الله. في جلسة واحدة ستقرأ سورة الفيل، ستقرأ سورة الفيل وأنت تفكر في ذلك الشخص، تقرأ سورة الفيل وأنت تفكر في ذلك الشخص، تقرأ سورة الفيل 100 مرة، تقرأ سورة الفيل 100 مرة وأنت تفكر في ذلك الشخص، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل 450، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل 450، وأنت تفكر في ذلك الشخص، ولما تنتهي تدعو لله سبحانه وتعالى أن يخلصك من هذا الشخص. تنفذ هذا الورد أو هذه المجربة أو هذا البرنامج يوميا لمدة 10 أيام، يجب أن تقفل 10 أيام، وأنت ستقوم بالود وتفكر في ذلك الشخص. أنت تقوم بتقرأ سورة الفيل 100 مرة وأنت تفكر فيه، تقرأ سورة الفيل 100 مرة وأنت تفكر فيه، وتقول حسبي الله ونعم الوكيل 450 مرة وراء سورة الفيل، وتدعو إلى الله وراءها لمدة 10 أيام، تتخلص من هذا العدو الذي هو يزعجك بإذن الله، والذي يتسبب لك المشاكل سواء كان داخل المنزل أو خارجه. هذا كل شيء، وأتمنىكم الخير وإلى اللقاء. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله.